هلو everyone, welcome back. رجعنا تاني ولا بعد فاصل عشان نتكلم عن موضوع مهم خالص خالص, موضوع اي ام اف اللي في الدينامو, في الالترناتيك دينامو, اي سي دينامو. موضوع القوانين اللي هنتكلم عليها يا شباب, هنتكلم على اي ام اف انست, ودي اسمها القوة الدفع الكهربية اللحظية, انست بنسميها انستنتينوس, وطبعا دي بتساوي اي ام اف ماكس في ساين الانجل. بمعنى يا شباب ان لو رسمنا ريليشن بين الاي ام اف اللي هي بتتولد في الدينمو في الاي سي دينمو, طبعا بتبقى عبارة عن alternating, يعني بتروح وتيجي. بمعنى ايه؟ في ربع الدورة الاولى بتعلى توصل ماكسيمم, في ربع الدورة التانية يبقى تنزل كده اهو, في ربع الدورة يبقى هنا لف كده نص دورة وصل لزيرو تاني. دي لو بدأت من وضع البربنتيكولار اللي احنا بنقول عليه, اتي هنا الكويل فرسمناه كده اهو, وبدأ هيلف فبكده وصل كده اهو, تمام. بعد كده وصل كده اهو, تمام. يبقى هنا نص دورة زي ما احنا شايفين, بعد كده هيلف كده اهو, صح. يبقى ده ماكسيمم في الاتجاه البوزيتيف مثلا, ده هيبقى ماكسيمم بس في اتجاه ايه؟ المعاكس النيجاتيف. يبقى ده نيجاتيف وده ايه؟ بوزيتيف. اوكي, هنوصل هنا قيمة عظمى, بعد كده يرجع تاني كده, يبقى هيوصل كده, يوصل لزيرو تاني. بمنتهى البساطة الايمف في اللحظية اللي هي بتتغير على حسب مين؟ الزاوية اللي هنا, زاوية الدوران اسمها انجل اوف روتيشن. فمع ان الانجل بتكبر بيبقى ليها ارقام. بصوا اها, اي ام اف اللحظية, اي ام اف اللحظية هاي عند زاوية معينة اطلع اي ام اف ايه اللحظية, هنا هو عند زاوية 90 تمام بكت ماكسيمم اي ام اف اللحظية برضو. فهي اي ام اف اللحظية تساوي اي ام اف الماكسيمم لما تبقى الانجل كام؟ 90. طب متى الانجل 90؟ لما يبقى هنا ها الكويل ماله يا مستر, شايفين يا شباب؟ اتي الكويل, اتي نورث ساوث, لما الكويل ماله بارل الفلوكس خطوط الكراسة, شايفين. بعد كده بعد الانجل تكبر شوية تاني, فتبص تلاقيها تقل تاني, وهكذا تبدأ تقل تاني, وهكذا تقل تاني, وهكذا بتتكرر, توصل هنا اهو زيرو. طب متى وصلت زيرو؟ لما الانجل 180. طب فين 180؟ اها, اتي هنا لف ربع 90, وبك هنا لف 90 تاني, يبقى هات وضع ايه؟ ال 180. لما هو اصلا بيبدأ الدوران من ايه مستر؟ من وضع البربنتيكولار, وضع الزيرو. اهو يا شباب هنا وصل وضع الزيرو تاني, تمام. انت 180 اي ام اف اللحظية مع زيت الانجل تلاقيها ليها قيمة لحد ما توصل ماكسيمم, ماكسيمم في الاتجاه ايه؟ النيجاتيف. متى مستر؟ لما توصل الانجل في 270 270, وهكذا شباب. تبدأ هنا الانجل ايه؟ الانجل تزيد تاني, تزيد تاني, بص تلاقيها اي ام اف بتقل 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 لحد ما نوصل للزيرو. الزاوية هنا بكام؟ اي ام اف بزيرو. الزاوية هنا بكام لما لف دورة كاملة؟ بكت ب 360. خلي بالك الثيتا ايكوال اوميجا تي, والاوميجا عبارة عن 2 باي فريكوانسي في تي. والهنا ها, خلي بالك من الكلام كويس خالص خالص, السيتا هنا ها اسمها انجل اوف ايه؟ انا سامعك بتقول ايوه, انجل اوف روتيشن, تمام. وهنا تايم اوف روتيشن, ده تايم اوف ايه؟ روتيشن. يعني ممكن اشيل السيتا خالص واكتب تايم, اكتب تايم, والتايم ده بيبقى صغير خالص شاب, بيبقى تلاقيه ممكن بالملي ثانية, فلازم تحوله, فبيبقى الشكل برضه نفس الشكل اهو, يبقى تايم اوف روتيشن. طب انت لو عطيك تايم تقدر تجيب بالانجل؟ اقدر اجيبها, ما اجيبهاش ليه؟ مش عندي قانون بنسميه قانون حلال العقد, ده قانون حلال العقد في مسائل الدينم. سيتا ايكوال 2 باي فريكوانسي في تي, 2 باي يعني 360 اف تي عشان ما تنساش, عشان الباي 180 هنا اهو. اوكي 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 طيب, يبقى اي ام اف هنا اللحظية بتتغير على حسب الانجل اوف روتيشن.
طب ايه ام اف اللحظية تساوي ام اف ماكس لما الساين ثيتا ب1، ميتا تبقى 90، طب ميتا تبقى ثيتا ب90 لما الكويل يبقى ايه، بيربنتيكولار ولا بارل؟ بارل ليه؟ ان الانجل اللي هنا اهو بتبقى بين الفلوكس وبين بين الكويل والنورمال على الفلوكس يا شباب، والنورمال على الفلوكس انجل 90، بس هنا ها الكويل نفسه ايه، بارل. كويل ايه؟ مرض بارل. اوكي انا عايز اقول طب ايه ام اف ماكس بتساوي ايه؟ ما هي حضرتك ايه ام اف اصلا الانست بيساوي ناب اوميجا، ناب ايه؟ اوميجا ساين سيتا، دي ساين سيتا زي ساين سيتا، ايه ام اف اللحظية زي ايه ام اف اللحظية، يبقى ايه ام اف ماكس بيساوي ناب ايه؟ اوميجا، يبقى ايه ام اف الانست الماكسيمم بيساوي ناب ايه؟ اوميجا، والاوميجا يا شباب فكها ب2 باي فريكوانسي، يبقى ناب في 2 باي فريكوانسي. الباي هنا بكام بقى؟ مفيش انجل، دي 2 اوفر ايه 7. اوكي اوكي يبقى احنا عندنا ام اف اللحظيه وام اف ايه الماكسيمم. اوكي طب لما اجي اقول لك احسب لي ام اف بعد تايم كذا، يبقى عايز ايه؟ الانست. طب التايم كذا هيجيب منه كام؟ هيجيب منه ايه؟ طيب كذا تروح تجيب لي منه السيتا عن قانون، عن طريق قانون حلال ايه؟ العقد يا ولاد، اللي هو سيتا يساوي 2 باي فريكوانسي في تي، اجيب هنا هو السيتا واعوض. اوكي اوكي طب بيلعب معانا في ايه؟ يلعب معاك في موضوع الاوميجا في 2 باي فريكوانسي، الفريكوانسي بيقوله لك ممكن يجيبه لك، يقول لك سرعه الروتيشن، سرعه الدوران بتاعت الدينامو 600 سايكل بير مينيت، مش هيقول لك لكل ساعة، لا هيقولها لك بير مينت، يبقى انت بتحول. ممكن يجيب لك رسم بياني ويجيب لك هنا ها تايم هنا اهو، ويكتب لك عليه مثلا ممكن يكتب لك فور مثلا. طب فور ايه هنا؟ ملي ثانية، يبقى ده البريوتك تايم، مش البريوتك تايم الرقم ده، يبقى البريوتك تايم عبارة عن فور ملي سكند. طب فور تايمز 10 باور نيجاتيف 3 من السكند عشان تملي، صح ولا لا؟ طب انا عايز الفريكوانسي، يبقى 1 اوفر 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تطلع كام يا ولاد؟ 250 هرتز مثلا 250 هرتز، تروح تضربها في 2 باي اللي هي 2 اوفر 7، وبيبقى بيعطيك البي والاي والنمبر اوف تيرنس بتاعت الكويل، تجيب منها ام اف ايه ماكس. اوكي هتحط هنا ها ام اف ماكس، طب ممكن يلعب في السيتا بقى، صح ولا لا؟ ان هو ممكن يقول لك عايزها بعد فتره كذا، يبقى تروح عند السيتا، ما عندكش السيتا الانجل نفسها بالديجري، تروح تشوف قانون حلال ايه العقد. يبقى احنا خدنا اي ام اف اللحظيه واي ام اف ايه ماكس. فاضل لي ايه يا ولاد؟ في حاجه اسمها اي ام اف افريج، اي ام اف ايه افريج يا ولاد، اي ام اف افريج بيساوي 4 ناب اف، نعم يا مستر، ده خلال ربع سايكل او خلال هاف سايكل، وكون انا بادئ من وضع البربنتيكولار ده. هنشوفكم يا شباب بعد الفاصل، تابعونا، هنتكلم فيديو خاص على اي ام اف المتوسطه الافرج خلال الدنيا. نشوفكم يا شباب بعد الفاصل، تابعونا. ثانك يو فور واتشينج سيس، كنتم مع مستر وجيه المصري. تابعونا.